بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا موجودين دلوقتي في مترنية الاقباط الارثوذكس والاسماعيلية. طبعا كلنا مجندين من حوالي 10 ايام للاسر اللي جات من الاسر المسيحية اللي جات من العريش نتيجة الوضع الامني اللي هناك، انهم كانوا يعني مش حاسين بامان او خايفين فجم. والمترنية بالاضافة الى الأجهزة التنفيذية من الدولة كلها متضامنة مع بعض، ومن أول يوم وزير الشباب مشكورا أصدر أوامره بفتح كل نزل الشباب لاستيعاب الناس اللي جاية. وإحنا كمترنية تبع الكنيسة كل اللي جالنا وجدنا له سكن وحاولنا نريحه، وكل طلباتهم يعني مستجابة، وفي اتجاه إن شوية بشوية الدولة هتوفر لهم شقق للاستضافة. كل ده مؤقت للاستضافة في مدينة المستقبل، بحيث كل أسرة برضو تبقى قاعدة في شقة مع بعضها وتبقى حاسة بالأمان أكتر ويعيشوا حياتهم أكتر لحد ما تنتهي الفترة اللي هم موجودين فيها نتيجة الأوضاع الأمنية اللي هناك، تنتهي بخير ويطمئنوا ويرجعوا بالسلامة لأماكنهم. نشكر قداسة البابا تودروس الثاني اللي هو من أول يوم ومن أول لحظة متابع معنا خطوة بخطوة، والأسبوع اللي فات أرسل نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمسؤول عن أسقفية الخدمات، ومعه أتسابونا أمونيوس سكرتير قداسة البابا. اجتمعوا مع الأسر دي كلها أسرة أسرة، قعدوا سمعوا لهم، كتبوا طلباتهم وخدوا بركة من قداسة البابا. فالكنيسة كلها مهتمة والدولة كلها مهتمة بكل الوزارات اللي فيها، كل الأجهزة التنفيذية اللي فيها، يعني وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، وزير الصحة، كل دول الناس جم وشافوا طلبات الناس واستجابوا فعلا استجابة فورية وفعلية في تحويل المدارس، تحويل الجامعات. كل واحد حسب مشكلته بيجد يعني وضع يكون مريح ليه أثناء يعني الفترة اللي نرجو ما تطولش قوي عشان هم برضو حابين بلدهم. لكن طالما هم موجودين في إسماعيلية الدولة والكنيسة بنعمل مع بعض لراحة الناس دولة. مطلوب منكم صلواتكم ليهم ان هم يعني يعيشوا في امان ويرجعوا في اقرب فرصة يلاقوا بيتهم وبلدهم المحبوبة ليهم. في ناس كتيرة مولودة في العريش وفي ناس حابة ترجع، بس طبعا الوضع هناك كان مخيف بالنسبة لهم، فنرجو الصلاة من اجلهم ان ربنا يطمنهم. وهم شافوا محبة الشعب المصري كله مسيحيين ومسلمين، احنا طول النهار ناس وفود جاية ورايحة للناس دولة تشوف طلباتهم. مسلمين كتير جدا في الإسماعيلية كانوا موجودين اليومين اللي فاتوا وقالوا احنا بيوتنا مفتوحة لأي حد فيهم، فروح جميلة، روح المصريين الأصيلة، روح المحبة موجودة، وربنا إن شاء الله يستجيب للصلوات، وربنا إن شاء الله الأزمة تتعدى على خير، والأسر دي لأن أعدادها في التزايد ووصلت أعداد كبيرة جدا كلها ترجع بسلام واطمئنان لبلدهم العريش المصرية اللي بيحبوها. نشكر ربنا، نشكركم جميعا. لـ8 أيام كل يوم يموت واحد مسيحي، كل يوم يموت واحد مسيحي، وتهديدات وبهدلة. يوم الثلاث بالليل الساعة 10:30 سمعنا تخبيط جامد ورزع لدرجة أنا توترت، وطلع ابني يفتح لقيت ناس داخلة اتنين ملسمين وراحوا ضربين رصاص على ابني في قرطه، راح وقع وما نطقش، مات في ساعتها، ولقيت مناخيره بتشر دم. وانا طلعت من الاوضه عمال ادور على شبشب البسه عشان اشوف ايه اللي بيحصل في البيت، لقيتهم واقفين قدامي، قلت له انتوا عملتوا فيهم ايه؟ قالوا لي بس ولا كلمه، يلا على بره، يلا على برا، وشدوني من ايدي وطلعوني الشارع. وبعد كده طلعوني الشارع رموني برا ودخلوا لجوزي، راحوا قتلين جوزي
وبعد ما قتلوا جوزي طلعوا لي قالوا لي انتوا مسيحيين؟ قلت له اه احنا مسيحيين. قالوا لي اللي جوه دول يبقوا لك ايه؟ قلت له ده ابني وجوزي. قال لي ابنك اسمه ايه؟ قلت له مدحت سعد حكيم. قال لي وجوزك اسمه ايه؟ قلت له سعد حكيم حنا. قال لي معاكي ذهب؟ قلت له لا. قال لي ما دبله في ايدك اهي. قلت له ده ذهب صيني. قلت له كده عشان يسيبها. قال لي هاتيها. وراح نتشى من ايدي. قال لي معاكي فلوس؟ قلت له لا. راح دخل جوه البيت سابني بره. قال لي بعيدي بعيد خالص. دخل جوه بقى فك انابيب انبوبه البوتاجاز وانبوبه الفرن وخدوهم طلعوهم في عربيه كانت مستنياهم ودخل خد البوتاجاز وطلعوه في العربيه ودخل خد الحلل ولموا خدوا الموبايلات واخدين شويه ورق مهم ومشيوا وسابوني انا لوحدي ليصة. حرقوا البيت بقى ومشيوا حرقوا البيت رموا حاجه في البيت هبت كده قالت بو والنور عمل قفله ولعوا البيت كله في وقت واحد. الثلاث اوض مع الصاله ولعوا والنار بقى جاي على ابني وهو مرمي. لقيت النار ماسكه رجليه لحد ركبه يعني لما جت الشرطه كنت سايبه النار لحد ركبه. بقيت اقول يا رب يا رب ما تسيبنيش اقف معايا وصبرني. عايزه اقول لربنا اقول له يا رب انت شايف اللي حصل ومفيش حاجه بتحصل الا لما يكون رايد بيها ربنا وانت يا رب مش سايبني. مدد لي ايدك ووقف معايا ومسهل لي كل اموري والحمد لله احنا هنا مرتاحين وشايفين طلباتنا على اكمل وجه وفي اسس بتيجي تزورنا وبتدينا مساعده وعاملين هنا بيعملوا كل يوم حفلات للاطفال وبيجيبوا لهم كتب مدارس. بيتي اتحرق خلاص ومش قادره يعني اخش واشوف المنظر اللي شفته انهم هو وابوه مرمين جنب بعض مقتولين والدم سايح منهم مش قادره. حصل معانا احنا كنا قاعد في العريش مركز المساعيد. طبعا حصلنا الاحداث اللي حصلت دي لما سمعنا ان الناس بتيجي يعني بتهجم على بيوتها في المسيحيين اللي بيقتلوه اللي بيضربوه بالنار. طبعا انا بصراحه انا خفت على عيالي يعني هناك. قلنا احلى حاجه الواحد ياخد بعضه ويمشي بدل ما الواحد يفقد نفسه يفقد الاسره معاه. فاخدت بعضي وجينا على الاسماعيليه هنا وهنا في الاسماعيليه استقبلونا يعني واستضافونا وقاموا بيها وبالسكن بتاعنا وما قصروش معانا يعني. تعبانين في عمليه السكن هنا بصراحه يعني. بنسمع بيقول لك الجيش شغال يعني ما شاء الله بيقول لك بيدك هناك يعني الارهاب وكده شغالين يعني. بس احنا بنناشد الرئيس السيسي انه يبص على سيناء يهتم بيها شويه. بس انا ساكن في الوصفيه يعتبر جنب المستقبل وطبعا احنا لما علمنا ان اسرتنا الثانيه اللي هم الجماعه بتوع العريش دول يعتبروا اسرتنا يعني. فاول ما جينا لقينا الحاله حاله سيئه جدا ودموع وبكا وناس اتهجرت من بيوتها وجت هنا. طبعا هو اول ما جم المطرانيه بتاعت الانبا بشوي في الشيخ زايد. فبدا ابونا يوسف طبعا الانبا سرافيم كان فيه توصيات جامده ان احنا طبعا خدام الكنيسه ولابد ان احنا نخدم الناس دي ونكون تحت رجليهم يعني. فلقينا مجموعات كبيره يعني 140 اسره مشتته ومتهجره وجايه من بلادهم وهم سايبين بيوتهم وسايبين حاجاتهم. طبعا المشكله كمان في وقت شتاء واطفال. فكان لابد كخدام الكنيسه المسيح علمنا كده ان احنا نكون تحت ارجل الشعب وارجل التلاميذ. فكان لابد انا واحد من الناس اتقابلت مع الاسر هنا استضفت
استاذ اشرف اللي هو ابو يوسف، هو والمدام بتاعته. وبدات ان احنا كنت بجري مع التصوير النبيين. طبعا ابونا بطرس وابونا بولس هما مسؤولين عن الرعايه والخدمه هنا، وابونا ماكسيموس. فبدانا نشوف اسرنا الثانيه، يعني اسرتنا الثانيه دي المفروض ان احنا نقوم بالواجب معاها ونخدمها. وطبعا الناس مشتته يعني، وجايين ببكاء وبتاع. طبعا الامكانيات اللي عندنا كانت امكانيات ضعيفه جدا في البدايه، يعني مشكوره تصوني نيفين بدات انها تجري وتشوف شقق، وكنت انا بجري معاها. طبعا في مشاكل في الشقق دي بالنسبه للسباكه والكهرباء، لكن على قد ما بنقدر نريحهم بنريحهم. فنشكر ربنا يعني اللي قدرنا نعمله، عملنا ان احنا سكنناهم في المستقبل في شقق. بس هي يعني الشقق تعتبر مش جيده جدا، بس يعني نحل المشكله. ما احنا دلوقتي مش هنلجا للدوله، احنا دلوقتي قدامنا 140 اسره في اسماعيليه، هنعمل فيهم ايه؟ الكنائس كلها كانت متكاتفه في البدايه، هم اكتر ناس كانوا شايلين العبء. يعني عندك الكنيسه الانجيليه مثلا برضو شالت عبء معانا، كنيسه الانبا بشوي وكنيسه الانبا انطونيوس بالمستقبل، اللي يمكن الانبا انطونيوس عشان واسعه وتحت الانشاء فبدانا نستقبل فيها اسر كتير. طبعا ده ما يعنيش ان الناس جواها الم ووجع من اللي حصل لهم، الخوف والاضطراب. لكن نشكر ربنا في الوقت الحالي دلوقتي بدا الاضطراب والخوف يعني يزول، لما لقوا اسرتهم التانيه بتحاول توسيهم وتخدمهم. وكان لابد مننا، دي خدمة المسيح، هي دي خدمة المسيح، ان احنا نغسل ارجل التلاميذ، نغسل ارجل الشعب. المسيح علمنا كده، وابائنا كان وسيدنا الانبا سيرافيم مشكورا برضو، يعني كل اللي في جهد الكنيسة عملته. ابونا بطرس وابونا بولس هنا هما، وابونا ماكسيموس رعاة بتاع الكنيسة يعني. فنشكر ربنا احنا عملنا كل اللي علينا، بس برضو محتاجين دعم من الدولة، ومحتاجين الناس دي تستريح ويتلقى لها شقق، وموضوع التعليم حاجات كتيرة قوي. ونشكر ربنا برضو الحكومة ما سابتناش، ولا وزارة الصحة زي ما حضرتك في موجود هنا عيادة متنقلة لو في أي مشكلة. طبعا احنا موجودة العيادة وموجودة الإسعاف، فنشكر ربنا برضو الناحية السياسية مش سايبانا يعني، متواجدين معنا بصفة مستمرة. وهنا طبعا الداخلية برضو دايما تمر علينا وتشوف احتياجاتنا وتلبي. الاول اصلا احنا في الهلال عندنا ثلاث فرق، فريق الوطني للاستجابه للكوارث، وفريق تدخل اثناء الطوارئ، وفريق الدعم النفسي. احنا نازلين طبعا بالثلاث فرق بتاعتنا، سواء اخدين ازاي نتعامل مع كل الناس، حتى من الاطفال كبار حاله نفسيه معينه بنعرف نتعامل. طبعا طبيعي اي حد في اي ازمه في اي موقف وحش بيبقى نفسيته وحشه جدا، فانا المفروض ان انا بتعامل مع الشخص على هذا الاساس، ازاي اكلمه باسلوب معين عشان اخرجه من الحاله اللي هو فيها. بما فيهم الاطفال، يعني الطفل بيبقى اصعب حاجه لانه شخص مش مدرك عقليا الموقف او الحاجه، بيبقى مجرد نفسيته وحشه نتعامل معاه ازاي. فطبيعي بتلاقي ان الشخص ممكن يصدر منه فعل عنيف لدرجه ان هو اتعرض لعنف او ان هو عنده حاله معينه. فانا ازاي اتعامل مع الطفل ده، ازاي العب معاه، ازاي اتعامل معاه باسلوب اخرجه من الحاله دي. وده تقريبا جزء الدعم النفسي اللي احنا قدمناه. الناس طبعا اول ما جت كانت يعني نفسيه، كانت محبطه جدا وكانت تعبانه جدا نفسيا. مع الوقت بداوا ان هم يستقروا نفسيا لما لقوا الامور بدات تتظبط. نعمل لهم دعم نفسي، بنحاول ان احنا نتكلم معاهم، بنحاول ان احنا نشوف مشاكلهم او كده، بنحاول ان احنا نساعدهم. يعني كنا متواجدين هنا من اول يوم، وفي اماكن تانية كتير زي في كل الاماكن اللي الناس جت فيها، حوالي 175 فرد تقريبا، حوالي 45 اسره.